ولهذا نعتبر أن الاعتصام بالقومية لم يفد الأمة شيئا، بل إن الأمة تمزقت في الحال التي يجب أن تكون متماسكة، في الحال التي يجب أن يأخذ حليمها على يد سفيهها، نجدها تفرقت وتمزقت وصارت شماتة للأعداء، حتى إن أعداء هذه القومية صاروا يضحكون بها أمام العالم ويقول انظروا إليهم تمزقوا وتفرقوا، وصار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولا شك أن هذه من الحكم التي يجب أن نتخذ منها عبرة، وأن يكون مبدأنا هو الالتفاف حول الاعتصام بالإسلام لا بأي شيء سواه، حتى نكون أمة واحدة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى الله عز وجل. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب.